ربح من المشي، هل هو حقيقة أم إن هو مجرد أوهام أصحاب القنوات على يوتيوب بيصدروا لك إن هم بيكسبوا فلوس بس من إنهم يمشوا، ولا إيه الموضوع؟ صلى على النبي يا صاحبي. أحب أقول لك الفيديو ده أنا هقول لك رأيي الأخير في تطبيقات الربح من المشي أو سويت كوين بالخصوص، لأنه ده أشهر تطبيق وناس كتيرة جدا مروجة للتطبيق لأنهم سحبوا مبالغ ضخمة، وهقول لك إزاي سحبوا المبالغ ديت. ولكن قبل ما نروح للقصه ديت، صل على النبي، لايك، اشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات. في شويه حاجات كده من ضمنها قناتنا البديله احمد سعيد، اتمنى ان انت تشترك فيها عشان لا قدر الله لو حصل اي حاجه هنا هنكمل هناك. دلوقتي من غير انترو خالص، تعال اقول لك الخلاصه في موضوع الربح من المشي. صل على النبي. دلوقتي انت لو عايز تحمل برنامج وتمشي بس كده ويحسب لك الخطوات بتاعتك ويديك عليها نقط، والنقط دي تقدر تحولها لفلوس وتسحبها في ايديك، مفيش الكلام ده يا صديقي. سويت كوين بيقول لك عشان تسحب الفلوس من غير حتى ما تمشي تقدر تسحب فلوس، اللي هم 10 دولار ده اقل مبلغ، لازم تدعي 90 واحد، ده رقم كبير جدا. التيك توك لما كان عامل الحدث كان بيقول لك ادعي 20 واحد وخد لك تقريبا 4000 او 5000، ده بيقول لك ادعي 90 واحد، انت متخيل معايا الرقم، وخد 100 ولا 150 جنيه، يعني مبلغ بسيط جدا. فهم المستفيدين من ان انت بتدعي ناس للتطبيق والناس بتدخل فيه، طبعا جوه التطبيق في فيديوهات، في اعلانات، في حاجات هم بيروجوا لها، فالتطبيق شعبيته طالعه، وللاسف الشديد انا شايف الماديه بتاعته ضعيفه. بالنسبة لان انت تمشي طيب وتجمع نقط والكلام ده كله، بكل تأكيد يا صاحبي الموضوع ده مش صحيح، انت لازم عشان تسحب حتى النقط دي لازم تدعي ناس. فلو انت هتقدر تدعي 90 واحد تسحب 10 دولار، هسيب لك اللينك بتاعي تحت الفيديو، ادخل وسجل من خلاله. انت لو معتمد على المشي بس كده، بكل تأكيد انا مش هقول لك اشتغل على اي تطبيق من تطبيقات الربح من المشي، لانه كده نصب يا صاحبي واستغلال ليه. سؤال اخير انت هتسأله بالنسبة للنقط، في ناس على فيسبوك بتشتري او بتروج بتقول لك انا هشتري مش عارف الكام نقطة ب 50 دولار او 10 دولار 25، على حسب طبعا السعر او على حسب النقط اللي معاك. في فعلا يا صديقي، ولكن مش مضمون. معظم الناس اللي بتشتغل في الموضوع دوت وبتقول لك انا هشتري منك والكلام ده، ناس نصابة، هياخد منك النقط، هيعمل لك بلوك، هيغير حساب، هينصب على حد تاني، بس دي شغلانتهم في الحقيقة، هم بيستفادوا بالنقط ديت طبعا، ولكن يعني مش زي ما انت متخيل. بس كده صاحبي، ده فيديو عن سويت كوين او الربح من المشي، اتمنى ان انا اكون فدتك وجبت لك الخلاصه. عندك اي موقع، اي تطبيق، اي حاجه عايز نتكلم عليها سيبها لنا في الكومنتات. وبس كده صاحبي، اشوفك في فيديو تاني. سلام.